ركز على صوتك يا عباس وخليك مع هايدي ودينا وسعد وخلي بالك عمابيل وغني أغنية أنت بتحبها وإن ده اسمي بقى بنت داود توفي توفي داود هي أنا بحبها مال نساء الدنيا جوه عيوني انتي أجمل نساء الدنيا انتي يا حبيبتي خدني الغرام خدني الحكاية حب حلو عشت ليها شفت فيها أجمل حياة رنا مفيش زيك في الدنيا بيس واحد بس راجل جدع وحنين سلامي لهايدي وسعد ورافة وحنان خليكوا مع بعض مع بعض دايما غني انت وهايدي ميرسي رنا نغني ايه علي جرى يلا علي جرى من مراسيلك علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك من اللي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وعلي جرى علي جرى عباس يا عباس خليك قوي وبعد عن المشاكل وخليك مع اولاد بلدنا وسلامي لدود وحنان ورافائيل وانيس وغني كلكم المصري ميرسي ايمي ايمي ثانك يو بشرة خير غني المصري حبيبتي يا مصري يا مصر يا حبيبتي يا مصري يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر عباس بحبك قوي خليك جنب دينا ورافائيل وانيس وسعد وسلامي ليهم وما تخافش وغني لي حاجه لوائل جسار مع دينا ميرسي يارا ميرسي يارا يلا بعد ما ارتاح بعد ما ارتحت روحي لي وعرفت طعم الدنيا بيه مشيت خلاص وما قلت ليش انا هعاني تنساني ليه بالله عليك وانا قلبي حياته وروحه فيك وازاي هيجي لي حبيبي يوم لو مش لاقيك عباس افضل شخصيه عن جد جاي بدون يتعلم وصوته جاي عشان يتعلم اعتقد يعني وصوته يجنن وتفكيره جميل وتكلم عن ايها بتكلم بطريقه جميله وبيتكلم بطريقه جميله اعتقد يعني ميرسي ميرما ميرما ميرسي ميرما ليش بتقول انك راح تضرب سهيله كونك حذر لان ايه الكلام ده كونك حذر لانه الكلام ليه قلته ما بصالحك إيهاب وسوسو وخط أحمر أوكي عامة هو الكلام اتقال أو ما اتقالش ميرسي جدا لعاشقة سهيلة وإيهاب عباس جمهورك يهز الأرض بس زعلانين منك لأنك متزعل مع ساهو بليز رجعوا مثل ما كنتم إن شاء الله بإذن الله ميسو بحبك قوي قوي في العراق بنحبك في العراق يا عشقوق خصوصا أنا بليز ركز على دروسك وغني لي أغنية زلفي زلفة زلفة من العراق ميرسي زلفة كتير غني يلا معايا بقى اول حاجه نقول ايه انت غني شو انت قول قول حاجه ليه طالع من بيت ابوها رايحه البيت الجيران فاتما سلم علي يمكن الحين وزعلان ليش عباس الجزائريين بيحبوك لانك معنا للجدعنه والاخراج احنا معاك للفينال
للفاينل، وبليز اتصالح انت وساهو وفهمونا ليش الزعل، جمهورك الكبير زعلان. ميرسي جدا لطيفه، وان شاء الله باذن الله كل حاجه تتحل. ليش مو قادر تتقبل بانو سهيلة تتعاملك مثل اخوها الكبير وبس؟ واذا عندك جرأة قول لها انا حكيت وراكي كذا وكذا. عموما انا حكيت وراها، حكيت للناس القريبه مني اصحابي، بس ما حكيتش عليها حاجه وحشه. وعادي جدا يعني، لو في فرصه اكيد هبقى احكي لها انا قلت ايه، يعني ما فيش حاجه نخاف منها يعني. ميرسي.